احنا بنهني نفسينا طبعا باختيار الروح القدس لنيافة الأنبا ميخائيل أسقف على كرسي أبروشية حلوان والمعصرة بيد سيدنا البابا الأنبا تودروس الثاني. بنصلي ان ربنا يدي سيدنا الحكمة والقوة ويرشد سيدنا ان هو يقود أبروشية حلوان والمعصرة في ملء النعمة، ويبقى فيه خدمة وفيه انتفاضة روحية ويبقى فيه عمران أكتر في الأبروشية. ألف مبروك يا أنبا ميخائيل، إن شاء الله كده تيجي وتتبسط معانا بإذن الله، وربنا يبارك في خدمتك ويسندك في خدمتك، وإحنا شعب مبسوط جدا بيك. شكرا. ألف مبروك يا سيدنا، ربنا يديم حبريتك ويخليك لينا ويقويك ويعينك على شعب 15 مايو حلوان، وربنا معك يا سيدنا، كلنا فرحانين بوجودك. إحنا بنشكر ربنا على اختياره للأنبا ميخائيل، وفرحانين جدا بوجوده معانا، وبنصلي له ربنا يسنده ويكون معاه والملائكة تحاوطه وربنا يكون معاه دايما. بنرحب بك يا سيدنا، وربنا يديم خدمتك وتبارك ديرنا في الأبروشية، وشكرا لك يا سيدنا. احنا يا سيدنا فرحانين قوي قوي انك هتيجي الكاتدرائية عندنا، وفعلا فرحانين بجد، ويا رب يجعل على ايديك العمار كله، ويا رب تبقى كنيسة مباركة وكلها خير وبركة وروحانية، والصلوات تبقى طالعة لبابا يسوع كده، واحنا فرحانين بيك، وربنا يديك حكمة وإرشاد ومعونة يا رب. أمين. بركة الست العذراء وشفاعتها، أمين يا رب. نشكر ربنا لتدبيره للبرشية برسامة نيافة الأنبا ميخائيل. احنا فرحانين بقدوم نيافتك وسطينا، اذكرنا في صلواتك. وبرشيتنا اكيد خدت بركة كبيرة جدا باختيار الأنبا ميخائيل يكون اسقف عليها، والأنبا ميخائيل من الأساقفة اللي مشهود ليهم بالخدمة والرعاية على المستوى الروحي وعلى المستوى الإدارة وعلى مستوى العمران. دي بركة كبيرة جدا لأبروشيتنا ان يكون فيها اسقف فيه الحكمة، حكمة السماء. انا عندي ثقة ان الفترة الجاية لأبروشيتنا، أبروشية حلوان والمعصرة باختيار الأنبا ميخائيل ليها، هتشهد يعني ازدهار، ويكون على مستوى العمران وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الروحانيات. ربنا قال كده: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وإحنا عندنا ثقة في الأنبا ميخائيل إنه يكون الراعي الصالح في الفترة الجاية لأبروشيتنا. أتمنى لك يا سيدنا كل حكمة وكل خير، وإن ربنا يمد إيده وتكون فارق معانا في أبروشيتنا على مستويات كتيرة، على المستوى التعليمي وعلى المستوى العمراني وعلى مستوى النفوس كمان. أتمنى أن تكون معنا دايما أب لنا وراعي لنا، وإحنا فرحين جدا بوجودك معنا، ونتمنى أن ربنا يعينك علينا ويقويك على الخدمة ديت. بنصلي لك وبنتمنى كل خير لنيافتك، أن أبروشية حلوان تبقى أعظم أبروشية على إيد نيافتك. بنصلي لك وبنتمنى كل خير لأبروشيتنا ببركة صلاتك وبركة وجودك معنا. بشكرك وبشكر وجودك في وسطينا. الحمد لله على سلامتك يا سيدنا، نورت أبروشية حلوان، وربنا يبارك في خدمتك ويكبرها ويزيدها يا رب. ألف مبروك يا سيدنا على وجودك في أبروشية 15 مايو والمعصرة وحلوان وتوابعها، وربنا يعينك علينا. ربنا يعينك ويقويك على خدمتك، وألف مليون مبروك، وربنا يعينك ويقويك يا رب. منتظرين سيدنا ببركته ويحل فينا وعلينا ويبارك الأبروشية كلها، ويعني الحمد لله نشكر ربنا اللي ربنا بعتنا راعي جميل زي الأنبا ميخائيل. ألف مبروك لسيدنا، وأنت شرفتنا ونورتنا. أولا نشكر ربنا وبنطلب العمر الطويل لقداسة البابا ونيافة أنبا ميخائيل، ونطلب نياح نيافة أنبا بولس ونياح لنيافة أنبا بسنتي.
بركة كبيرة جدا لنيافتك تبقى معانا في الأبروشية. مبروك لحلوان وأبروشية حلوان كلها. واثقين جدا في نيافتك ان انت هتشجعنا ككرول، كخدمة ألحان، كخدمة مدارس أحد، كخدمة إبتي، كخدمة مسرح، أي خدمة في الكنيسة واثقين ان نيافتك هتقف معانا وفي ظهرنا فيها. ألف مبروك يا سيدنا، وربنا يديك الصحة طول العمر والحكمة، ومبسوطين ان في حد معانا بيهتم بالشباب وعارف متطلباته. ألف مبروك يا سيدنا، مبسوطين جدا ان نيافتك هتكون موجود معانا في كنائس حلوان والمعصرة. بنرحب بنيافتك. فرحانين بوجودك معانا يا سيدنا، وربنا يديم ويبارك في خدمتك عندنا هنا في الأبروشية. بنحبك يا سيدنا. كلنا معاك يا سيدنا.